معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا الشيخ يحيى سنبل من سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، مرحبا بك. بداية، كيف تصنف ما يحصل في محافظة ديالى بعد اعتراف مجلس المحافظة بأن 70% من الحرائق هي بفعل فاعل؟ يعني ما الغاية مما يحصل؟ أهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، محافظة ديالى تحملت أكثر مما تحملته بقية المحافظات من الظلم والتنكيل والتخريب والتدمير، نعم، وذلك بسبب موقعها الجغرافي القريب إلى جارة السوء إيران، ولأنها خاصرة العراق، ولأنها الطريق الرابط القصير ما بين هذه الدولة الجارة السيئة وبين العاصمة بغداد. لذلك ما يجري في محافظة ديالى من أعمال تجريف وتخريب لهذه البساتين وقطع للأرزاق وتهجير لأهلها هو وفق برنامج منظم منذ 16 عاما تقوم هذه الميليشيات، وهي الأداة الفعلية للحرس الثوري الإيراني وللإدارة الإيرانية بتدمير هذه المناطق وتخريبها لغرض إجراء التغيير الديموغرافي من أجل ربطها بشكل كامل ضمن المشروع الإيراني الواصل ما بين الحدود الإيرانية والعاصمة بغداد. ولكن أين القضاء من كل ما يحدث؟ أين دور القضاء والقانون؟ يعني بساتين تجرف وخطة زراعية تزور، كيف يمكن أن تمر هذه القضايا من دون محاسبة أو رادعة؟ أخي الكريم، هذا القضاء وهذه الحكومة وهذا مجلس المحافظة هي مجرد مسميات ودكاترين لا أكثر. العراق في ظل احتلال مزدوج أمريكي إيراني، وهذه العصابات هي من تقود، أما من يتحدث باسم قضاء باسم مجلس محافظة وباسم مجلس نواب فهؤلاء لا يخدمهم سوى سياساتهم وسرقاتهم، وهؤلاء هم من أعطوا الشرعية لهذه الحكومة الطائفية ولهذه الميليشيات المختلطة للقيام بكل هذه الجرائم. فلا وجد شيء اسمه قضاء، القضاء الذي تتحدث أو يتحدث عنه الناس لا وجود له في العراق، يمكن أن يوجد في دول أخرى، لكن في ظل الاحتلال لا نرى هناك قضاء ولا نرى هناك حكومة لا محلية ولا مركزية. هذه مجرد مسميات ولأناس فاسدين جاءوا للتسلط وللسرقة تحت هذه العناوين وهذه المسميات، لا يملكون من الأمر شيء، بل هم يعرفون ذلك وإنهم أداة لتنفيذ هذه الأجندات والجرائم بحق شعبهم وأهلهم ومحافظاتهم، إن كان لهم أصل في هذه المحافظة أو العراق. لذلك أخي الكريم، هذه الأجندات تنفذ في وضح النهار وأمام مرأى كل هذه، ولكن أين هو الاحتلال الأمريكي الذي عليه أن يتحمل مسؤولية احتلاله وفق ما أقره قانون مجلس الأمن، وهو يرى بعينه بأن العراق قد أصبح بكل مفاصله الإدارية والاقتصادية والزراعية وكله تحت خدمة الولي الفقيه والإدارة الإيرانية، لماذا لا يتحمل مسؤوليته الاحتلال في إنقاذ إذن إلى أين الاحتلال؟ إلى أين ستصير الأمور في هذه المحافظة؟ استمرار الميليشيات بتجريف وأحراق بساتين ديالى ألا يجدد المخاوف من عودة الأمور لما قبل عام 2014 كما تنبأت بعض الصحف الأمريكية والعالمية؟ ما يجري في محافظة ديالى أخي يفتح كل الاحتمالات الواردة بسبب هذا الظلم وهذا الاضطهاد وهذا التدمير وهذا التخريب وقطع الأرزاق والتضييق على الناس في ممتلكاتهم وفي أرزاقهم وفي عيشهم. لذلك كل الاحتمالات مفتوحة، سواء العودة إلى ما قبل 2014 أو 2003، كل هذه الاحتمالات
مفتوحة بسبب هذا الظلم الواقع على الناس. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ أمين يحيى السنبل.